مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ حاتم البري من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك أستاذنا. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن مكانة المرأة قبل الإسلام وبعد مجيء الإسلام، ودور المرأة في بناء المجتمع. كانت المرأة مشاهدينا الكرام قبل مجيء الإسلام مهانة، وكان يعتبرها العربي أنها عار على الرجل، حتى كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا كما قال القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان العربي يعتبر المرأة للرجل تسمع الأوامر تطيع ولا تتكلم، تسمع ولا تبدي رأيا، يتحكم فيها، يبيعها، يشتريها. فكانت المرأة بالنسبة للرجل مهانة، حتى جاء الإسلام فكرمها ورفع مكانتها وأعلى من شأنها. حتى في المجتمع المدني كانت المرأة تسلم على الرجل ويسلم عليها، يلقي عليها السلام. وحينما أتى الإسلام وشرعت الشرائع وحددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أحيطت للمرأة ما يقومها من سلوك وواجبات وحقوق في الإسلام، كذلك حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل. فالإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكرم المرأة وأخرجها من ظلمات الجهالة إلى النور. والمرأة أم وأخت وزوجة ومربية وبناءة للمجتمع. فضيلة الشيخ حاتم البري، كانت المرأة قبل مجيء الإسلام مهانة، وكان يعتبرها الرجل كأنها عار، وكما وصفت الآية الكريمة التي ذكرتها في مقدمة الحلقة. أستاذنا، ماذا نقول في هذا الشأن؟ الحمد لله رب العالمين الذي جعل للمؤمنين ودا، نعم، والذي أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله على حضرته وسلم. وبعد، حياكم الله، ويسعدني دائما أن أكون ضيفا معكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل، اللهم آمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. كما تفضلت، قبل مجيء الإسلام ذاقت المرأة أشد ألوان العذاب، نعم، وأصناف الظلم والقهر، فكانت تباع في الأسواق وتشترى، ليس لها قيمة، نعم، كانوا يقولون عنها إنها رجس من عمل الشيطان، كانوا يقولون إنها ملعونة لأنها سبب الغواية، بعضهم كان يدفن ابنته بعد أن تولد، والبعض الآخر كان يلقي بها في بئر من الآبار حتى لا يصاب بالعار أو بالفقر كما كان يعتقد، بعضهم كان يكرهها والعياذ بالله على الزنا، سلم، ويأخذ على ذلك الأجر، سلم، والبعض الآخر كان لا يتزوج خوفا من ذلك الأمر. إلى أن جاء الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام،
جاء الإسلام فكرم المرأة. نعم. كرمها تكريما يليق بها، يليق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن رسول الله هو خير خلق الله جميعا، فإن المرأة في دينه هي خير نساء الأرض جميعا. نعم. لأنها تتمسك بدينها وبشرع نبيها صلى الله عليه وسلم. أحاطها الإسلام بكل عناية ورعاية، حافظ على الأسرة حتى لا تتشتت، ووضع الله عز وجل حدودا لهذه العلاقة بين الرجل وبين المرأة. نعم. فإذا خان مثلا الرجل زوجته أوجب الله عز وجل عليه عقوبة، وهي الرجم حتى الموت. إذا تزوج امرأة ثانية عليها ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. سلم يا رب. نعم. إذا دفع إليها مهرا ورفض أن يعطيها إياه، نعم، قدر لها مهرا ورفض أن يعطيها إياه، يعد في ديننا سارق والعياذ بالله. سلم. وإذا أعطاها المهر فليس له الحق أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس، لأنه هدية. لأنه هدية. كذلك جعل الإسلام لها حق التفريق لو تركها زوجها وتخلى عنها وأقسم ألا يقربها 4 أشهر وأكثر. نعم. لها حق التفريق في ذلك. جعل الإسلام للرجل الحق أن يطلقها إن استحالت العشرة بينهما، ولكن إذا طلقها أعطاها كل حقوقها. نعم. إذا طلقها لا يبدي لها عيوبا، يكون ساترا عليها. كذلك إذا كره الرجل يصبر، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. إذا حرم إنسان أخته أو ابنته من الميراث فقد تعدى حدا من حدود الله عز وجل، والله عز وجل يعاقبه على ذلك، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. جاء الإسلام ليكرم المرأة. نعم. كرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل خدمتها في بيتها يعدل الجهاد في سبيل الله. نعم. طاعتها لزوجها، رعايتها لأبنائها، يعدل عند الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. يعني بعض الزوجات حينما تكلف بتربية الأبناء وإعطاء الدروس والقيام على مستحقات البيت من غسيل وطبخ وهذا، تقول لزوجها أن هذا يشق علي، في حين أن الرجل حينما يسعى لأرزاقه يجد صعوبة أكثر من هذه، فهذا بمثابة ثواب للزوجة وليس هي قد تزوجت لهذا، إنما هو جهاد. هو جهاد في سبيل الله. يعني نريد أن نصحح هذا المفهوم، لأن بعض الزوجات ممكن تقول لزوجها هو أنا جاية علشان أعمل كذا وكذا وكذا، فإحنا عايزين نوصل إن دي جهاد، وإن الزوجة بسبب تربيتها لأبنائها ممكن يكون هذا سبب لدخولها الجنة. أكيد. نعم. أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن لفيف مغزل المرأة في بيتها يعدل عند الله عز وجل ذكر الله جل جلاله. يعني أعمال تتعدى عملها في بيتها كله، ولكن بشرط إن احتسبته لوجه الله عز وجل. نعم. إن رضيت بالأمر. هل هناك أفضل من السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رضي الله عنها وعن أبيها. رضي الله تبارك وتعالى عنها، جاء في وصفها أنها كانت تعمل في بيتها بنفسها، فكانت تدير رحاها بيدها اليمنى وتلملم الحب بيدها اليسرى وتهدهد الحسن والحسين برجلها اليمنى،
وتوقف رحاها برجلها اليسرى. نصف جسدها الأسفل يعمل كله في البيت، أما النصف الأعلى جاء في وصفه أنها كانت تقرأ القرآن بلسانها فيتدبره عقلها فيخشع قلبها فتبكي عيناها خوفا من لقاء الله عز وجل. رضي الله عنه. حياتها كلها كانت عملا في بيت زوجها الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وضربت لنا أروع الأمثلة حينما كانت تشق نطاقها هذه السيدة أسماء. نعم. السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعد إذن حضرتك قبل أن نترك السيدة أسماء، هذه حينما نتحدث عن دور المرأة كان لها دور أنها كانت تشق نطاقها لتذهب إلى سيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في تعاونهم في الغار. نعم. وفي الهجرة. نعم. فهذا يدل أن المرأة لها دور قديما. المرأة قديما وحديثا لا يخلو أي مجتمع منها. نعم. هي تشارك زوجها في العمل، تشارك أمتها في الحروب وفي أوقات السلم، كانت تخرج المرأة تحمس الرجال على القتال في سبيل الله، وكانت منهن من تداوي الجرحى. نعم. ومنهن من تسقي العطشان. السيدة رفيدة رضي الله رضي الله عنها عملت كأول ممرضة داوت الجرحى في الحروب رضي الله وفي الغزوات. نعم. نعم. المرأة عملت في جميع المجالات، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنا أحب من الدنيا ثلاثة. نعم. أحب الطيبة والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة. نعم. لماذا قال رسول الله أحب النساء؟ قال العلماء لأن النساء يبلغون الدعوة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نساء النبي رضوان الله عليهن جميعا تحمل الدعوة عن رسول الله لتبلغها نساء المسلمين، فدورها بارز، تنقل النصيحة من رسول الله إلى النساء. كان رسول الله كما نعلم حييا كريما، بعض الأسئلة كانت تطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيائه لا يستطيع أن يجيب على السائلة مشافهة، إنما كان يخبر أمنا عائشة بالإجابة وهي تخبر باقي النساء. نعم. فدورها في كل زمان وفي كل مكان نحتاج إليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يشاركون الرجال في كل شيء، يشاركون الرجال في التعليم، في الطب، في الهندسة، في الدعوة إلى الله عز وجل، لهم دور بارز في زماننا هذا. الواعظات. الواعظات. يشاركون المجتمع حتى في الحروب، مع رقة النساء إلا أن لهن دورا في كل زمان وفي كل مكان. دعنا نتحدث عن هذا الدور بعد هذا الفاصل أستاذنا. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. الكرام عدنا لحضراتكم مرة أخرى، نجدد لحضراتكم التحية في هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى. نجدد الترحيب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ حاتم بري من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك أستاذنا. أستاذنا كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن دور السيدة فاطمة رضي الله عنها وعن أبيها، ونريد أن نستكمل الحديث عن أخلاق ودور سيدتنا رضي الله عنها. السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم. أحب خلق الله إلى رسول الله. رسول الله علمنا كيف نكرم المرأة مع ابنته السيدة فاطمة. نعم. فكانت رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا دخلت على رسول الله قام من مكانه. وهي ابنته. وهي ابنته. تقديرا لها ورفعة لشأنها. ونتعلم من هذا درس احترام الأب لابنائه واحترام. نعم. الأبناء لأبيهم. نعم. نعم. نعم.
فكان رسول الله يجلها، نعم، يقبلها بين عينيها. وربما بسط رسول الله رداءه للسيدة فاطمة لتجلس رضي الله تبارك وتعالى عنها عليه. كل ذلك ونساء رسول الله ينظرن إلى رسول الله وهو يفعل ذلك، لتنقل هذه الآداب بعد ذلك إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قيم ومبادئ، كيف تكون معاملة الأب لابنته؟ لا أقول لابنه، لأنهم في ذلك الوقت كانوا لا يقدرون البنات، فرفع رسول الله شأن كل بنت من خلال ابنته السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان يقول عنها: فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني، ومن آزاها فقد آزاني. مع كل هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لما زوجت للإمام علي علمت ما لها وما عليها. بمجرد أن دخلت بيت زوجها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأغلق رسول الله الباب عليها وعلى زوجها ودعا لهما بخير، أول ما فعلت أن قامت وصلت لله عز وجل ركعتين. بدأت حياتها في بيت زوجها بالقرب من الله عز وجل. وهذا توجيه لأي يعني لأي فتاة، لأي فتاة حين عرسها أو حين دخلتها أن تقتدي بما فعلته السيدة فاطمة رضي الله عنها، أن تبدأ حياتها بطاعة. نعم، فمن بدأ حياته بطاعة بفضل الله ستختم حياته بطاعة. اللهم أمين. قامت وصلت لله ركعتين والإمام علي ينتظرها، فلما انتهت قامت وصلت ركعتين، فلما انتهت قال لها الإمام علي: يا فاطمة، أما ترضين أن أكون لك زوجا وتكوني لي زوجة؟ فقالت له: يا علي، وكيف لا أرضى وأنت الرضا كله، وفوق الرضا نفسه، وهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تتحدث مع زوجها بكل لطف بكل أدب جم. قالت له: وكيف لا أرضى وأنت الرضا كله، وكيف وفوق الرضا نفسه؟ فقال لها: فلمن شغلت عني بصلاة النافلة؟ قالت له: يا علي، تذكرت أول ليلة سأقضيها في بيت عزي وشرفي، بيت زوجها، ثم تذكرت أول ليلة سأقضيها في قبري، فأردت أن أصلي لله عز وجل ركعات لتكون أنسا لي في قبري. ولسان حالها يقول: وأردت بدء محبتي لك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجه كوجه المصطفى جمع السماحة والقبول، زهراء يا بنت الرسول، يا خير أبناء الرسول، نزلت طهارتها كتاب فأذهلت كل العقول، رضي الله، الورد يذبل كله وجميع داخله يزول، لكن بنت المصطفى أبدا جمالها لن يزول. الله، رضي الله، نعم، تبارك وتعالى، رضي الله عنها. أستاذنا، ننتقل من الحديث عن سيدتنا السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى العصر الحديث الذي نحن فيه. نرى اهتمام الدولة بالنساء وتشجيع القيادة السياسية للنساء، وأنهم يعني أخذوا حقهم في تولي المناطق أو الأماكن القيادية بشكل أكبر، وهذا تكريم للمرأة أيضا في العصر الحديث. ماذا نقول عن تكريم المرأة في العصر الحديث ومشاركة الزوجة لزوجها في بناء بيت الزوجية وتربية الأبناء؟ نعم، حقيقة إن الدولة في السنوات الأخيرة قد اهتمت اهتماما بالغا بالنساء، ملحوظ ومرئي، ملحوظ ومرئي للجميع. نعم، وهذا هو حقهن على الدولة. من النساء من يعمل في أماكن حساسة مرموقة من خلال العلم،
من خلال الفهم، من خلال الإدراك. ولذلك وجب علينا أن نضع كل قيادة في مكانها حتى ولو كانت أنثى، ما دامت ستحسن في هذا المكان تتولى القيادة فلا مانع في ذلك أبدا. في أي مجال رأينا الوزيرات من النساء دورهن بارز وظاهر وواضح في داخل مصر وفي خارج مصر، فأسأل الله عز وجل لهم الإخلاص اللهم وأن يعينهم على هذه المهمة. الحقيقة إن الدولة كما تهتم بالرجال اهتمت بالنساء، حتى في الكليات العسكرية ألحقت النساء في الكليات العسكرية في جميع المجالات. القاضيات دخلنا مجلس الدولة، ماشي. القاضيات يعني زاد عددهن في الأماكن المتعددة كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أكيد وغيرها أكيد. فاهتمام الدولة بتكريم النساء في كل مجال، اهتمام الدولة بالنساء هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اهتم بها بنتا، اهتم بها أما، اهتم بها زوجة. كذلك في هذه الآونة الحديثة اهتمت الدولة بها في جميع المجالات. لكن طاعة الزوجة نفسه، طاعة الزوجة والبر، نريد أن نأخذ لمحة فيه. طاعة الزوجة، طاعة الزوجة لزوجها سبب من أسباب دخولها الجنة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها بطاعتها لزوجها. النساء كلهن يصبن، كلهن يصلين، لكن هناك نساء تطيع الزوج وأخريات لا تطيع زوجها. نعم. هذه النقطة الحساسة وهي طاعة الزوج نقطة فارقة في حياة الزوجة، إما أن تكون سببا في دخولها الجنة وإما أن تبتعد والعياذ بالله عن دخول الجنة. ولذلك إن احتسبت عملها لوجه الله كل حركة وكل سكنة في بيت زوجها تساب عليه، تأخذ على ذلك أجرا. تربيتها لأولادها يعدل الجهاد في سبيل الله. وهناك مقولة مشهورة تقول إن الأولاد لا يولدون والرجال لا يولدون وإنما يصنعون. نعم. من الذي يصنع هؤلاء الرجال؟ إنها الأم، فن صناعة الرجال. نعم، لأن الأب قد ينشغل بالعمل طوال اليوم ثم يعود مرة ثانية متعبا، يأكل ويقضي فريضة ربه وبعدها يستريح، لكن الدور الأهم هو دور الأم. نصيحة في ختام الحلقة لكل أم. أنا أقدم الشكر أولا لله ثم لكل أم على وجه الأرض. يكفي أن الله عز وجل أكرمها وشرفها وقرن برها بحقه وقرن شكرها بشكر الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل يطلب منا أن نشكرها على هذا العمل الدؤوب، فنحن جميعا باسم كل مصري نشكر أمهاتنا على العمل، على التربية، على السهر، على الجهد، على الإطعام، على التوجيه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهن جميعا. وأقول لهن كل عمل لن يضيع عند الله عز وجل. يكفي أنها إذا ماتت توضع حسنات أبنائها في ميزان حسناتها، لأنها هي التي ربت، هي التي علمت، هي التي أدبت. ولذلك تأتي يوم القيامة فتنظر إلى حسنات لم تفعلها في حياتها فيقال لها هذه حسنات أبنائك.
أحسنت في الدنيا فأحسن الله إليها في الآخرة. شكرا أستاذنا، أدعو الله تبارك وتعالى أن يرحم من رحل منهم، اللهم، وأن يبارك في عمر من هو على قيد الحياة، اللهم، وأن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعلنا ممن يقدرون للمرأة حقها ومكانتها. وأدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ حاتم البري من علماء الأوقاف. شكراً أستاذنا. شكراً لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.